التشكيل ماله موديست بقى مين؟ لا يعني موديست. يعني قصدي يا كريم يعني انت السي في بتاعه قوي قوي صح، ولكن يا كريم لسه ما اداش، مش ده الفيرود بتاع النادي الاهلي ده، ده حتى يعني المفروض الف به كوره، ازاي اقف استلم الكوره، ازاي الف، ازاي يعني انا شفت الاهداف بتاعته لا عالمي صح، ولكن مش عارف انا حاسس ان هو لسه مش جاهز يعني عشان برضك يعني هو المشكله ان هو برضو جاي سنه عفوته يعني ماشي بس لا ما هو خلاص هي السنه دي خلاص ما سنه بتخلص يعني لا يعني انا قصدي خلاص هو كام شهر هياخد له فيهم ان شاء الله كام بطوله وهيعمل تاريخ اللي هو عمل بطوله في نادي كبير ونادي عظيم زي النادي الاهلي وخلاص بس كده ويمشي وخلاص وسلك وخلاص سام ده ان شاء الله هو المستقبل بتاعنا يعني باذنك يا رب. طيب.